وقفه رمزيه حضرناها كمغربيات وكمغاربه باش نقولوا لا للارهاب، لا للعنف، لا للافكار المتطرفه اللي بدات تسود اليوم في بلادنا. جينا باش نقولوا على انه ما حدث للسائحتين النرويجيتين، للسائحتين النرويجيه والدنماركيه، يمسنا كمغاربه، يمسنا واحدا واحدا. وما التضامن والتنديد والشجب الذي عبر عنه المغربيات والمغاربه الا دليل على اننا بلاد ضد الارهاب، واننا كمواطنون ضد الارهاب. اليوم شنو الحل بالنسبه لنا؟ كيفاش يمكن نقضيو على الافكار المتطرفه؟ وانه نديرو تجفيف منابع الارهاب في بلادنا. ما يمكن ليناش نعتبروا هذا الحديث حديث معزول، ما يمكن ليناش نعتبروا ان ذبح النساء بتلك الطريقه امر عادي وجريمه عاديه. هذه ماشي جريمه عاديه، هذه جريمه منظمه ارهابيه تمسنا وتمس سمعه بلادنا. وقفتنا هي وقفه تضامنيه مع بلادنا. انا هذه بلادي، ما يمكن الا نكون معها، واي واحد يمس امنها وسلامتها هذا الواحد مرفوض وخص القانون يطبق عليه. لا للارهاب، الارهاب لا دين له، الارهاب لا وطن له، وعاش بلا عاشت بلادنا مستقره وامنه. وجود ديالنا هنا وجود استنكاري للعمل الشنيع اللي تعرضوا له هاد السائحتين الاجنبيتين، فوجودنا يعتبر تضامنا مع هؤلاء السائحتين، تنديدا للعمل الشنيع اللي تعرضوا لهاد السائحتين. فإننا نستنكر وبشدة هذا العمل الجرمي، فديننا الإسلامي لا يحث على هذا العمل الشنيع. فما قاموا بهاد الإرهابيين كما يقال فلا علاقة له بالدين، وأن الإسلام يستنكر وجميع المغاربة يستنكرون هذا العمل الجرمي الشنيع. باسم الحركه الشعبيه وباسم البرلمانيين ديال الحركه الشعبيه تنددوا بهذه الجريمه البشعه اللي ذهب ضحيتها جوج الفتيات في راي عن الشباب، وحده من الدنمارك وحده من النرويج، وتنتاسفوا وتنعتذروا لوالديهم وتنعزيوهم عزاء حار. وهذا العزاء ولا هذا التاسف ما كافيناش، لاننا احنا في ذهول بانه يقع هذا الشيء في بلادنا، بلاد التسامح وبلاد الاسلام المعتدل، بلاد اللي ترحب بالاجانب، بلاد صاحب الضيافة وصاحب الكرم. ما يمكنش بهذا الشيء يوقع على بلادنا، ولا للإرهاب ولا للإرهاب في بلادنا وفي كل البلدان. هذه الوقفة أمام سفارة الدنمارك من بعد السفارة النرويجية باش نقولوا بالفم المليان ندين الجريمة البشعة النكرة التي وقعت في شمهاروش أطلس الكبير، ونتضامن تضامن مطلق مع عائلات الضحيتين ومع البلدين اللي كينتميو لهما، ونقولوا كذلك بانه آن الاوان للقطع مع هذه الايديولوجيات الدينيه التي تبرر القتل والاعتداء والاحتقار والشعور بالاستعلاء تجاه الاديان الاخرى وتجاه يعني المعتقدات الاخرى. المغرب اختار يعني من خلال دستوره الديمقراطيه وحقوق الانسان والتعايش في سلم مع الجيران ديالو مع باقي الدول، يجب ان يكون وفيا في الملموس لكل هذه الالتزامات الجماعيه اللي يعني عدم الالتزام بها يعني الحرفي سيكون له لا قدر الله الاثر السلبي السيء على امن بلدنا وعلى مستقبله. آن الاوان لهذه الوقفه الحاسمه يعني تجاه مثل هذه الدعوات الدخيله على بلدنا.